سوف نقوم الآن بشرح شاشة تخزين الأصناف يتم الدخول إليها من قائمة العمليات تخزين الأصناف. هذه الشاشة نقوم بإدخال رصيد أول المدة أو الرصيد المخزني التي سوف تبدأ بها الشركة نشاطها التجاري. أما خطوات استخدام هذه الشاشة على النحو التالي: يتم الضغط على زر الإضافة ثم تحديد رقم المجموعة أو رقم الصنف أو الضغط على التسعة بالأسترالي مثلا. المخزن نحدد إلى أي سوف يتم إضافة هذا الصنف، مثلا المخزن رقم المخزن الرئيسي مثلا. كم الكمية؟ مثلا الكمية مثلا 450، ثم نقوم بعملية الحفظ. بقية الأصناف بنفس الطريقة، F9 مثلا دقيق البركة، المخزن مثلا مخزن المعرض، الكمية مثلا 150 كيس كمثال، ثم نقوم بعملية الحفظ. الصنف التالي مثلا F9 عصر سيزر، المخزن F9 نقوم باختيار مثلا المخزن الرئيسي، الكمية مثلا 50 مثلا كرتون و 10 حبات كمثال، ثم نقوم بعملية الحفظ. إذا أردنا استعراض جميع التخزين الأصناف يتم على العرض، ثم إيش نحدد الصنف F9 ثم نختار إيش. الآن سوف نقوم باستعراض تقرير مخازن تخزين الأصناف مثلا على أساس كل الأصناف مثلا، ثم نقوم بالطباعة. سوف يحدد لك ماذا؟ اسم الصنف، مخزون الافتتاح، التكلفة الأولية، الإجمالي، الكمية المتوفرة، وهكذا الكمية في المخازن بالطريقة التالية: بر عصير سيزر، الكمية 50 كرتون، التكلفة التحبة طبعا، الإجمالي، ثم يعطيك إيش الإجمالي في نهاية المطاف، والكمية المتوفرة في المخازن، والتكلفة الإجمالي. هذا المخزون الافتتاحي طبعا، وهذه التكلفة إيش والكمية المتوفرة في المخازن. طبعا لا يمكن أنه في العمليات إذا لم يكن في المخازن أصناف، لذلك لابد في حالة باستخدام المحاسب الأول لابد بأن نقوم بإدخال الرصيد الافتتاحي للأصناف كي تتم عمليات البيع والشراء والتوريد. شكرا. سوف نقوم الآن بشرح شاشة تخزين الأصناف يتم الدخول إليها من قائمة العمليات تخزين الأصناف. هذه الشاشة نقوم بإدخال رصيد أول المدة أو الرصيد المخزني التي سوف تبدأ بها الشركة نشاطها التجاري. أما خطوات استخدام هذه الشاشة على النحو التالي: يتم الضغط على زر الإضافة ثم تحديد رقم المجموعة أو رقم الصنف أو الضغط على التسعة بالأسترالي مثلا. المخزن نحدد إلى أي سوف يتم إضافة هذا الصنف، مثلا المخزن رقم المخزن الرئيسي مثلا. كم الكمية؟ مثلا الكمية مثلا 450، ثم نقوم بعملية الحفظ. بقية الأصناف بنفس الطريقة، F9 مثلا دقيق البركة، المخزن مثلا مخزن المعرض، الكمية مثلا 150 كيس كمثال، ثم نقوم بعملية الحفظ. الصنف التالي مثلا F9 عصر سيزر، المخزن F9 نقوم باختيار مثلا المخزن الرئيسي، الكمية مثلا 50 مثلا كرتون و 10 حبات كمثال، ثم نقوم بعملية الحفظ. إذا أردنا استعراض جميع التخزين الأصناف يتم على العرض، ثم إيش نحدد الصنف F9 ثم نختار إيش. الآن سوف نقوم باستعراض تقرير مخازن تخزين الأصناف مثلا على أساس كل الأصناف مثلا، ثم نقوم بالطباعة. سوف يحدد لك ماذا؟ اسم الصنف، مخزون الافتتاح، التكلفة الأولية، الإجمالي، الكمية المتوفرة، وهكذا الكمية في المخازن بالطريقة التالية: بر عصير سيزر، الكمية 50 كرتون، التكلفة التحبة طبعا، الإجمالي، ثم يعطيك إيش الإجمالي في نهاية المطاف، والكمية المتوفرة في المخازن، والتكلفة الإجمالي. هذا المخزون الافتتاحي طبعا،
وهذه التكلفة ايش والكم المتوفرة في المخازن. طبعا لا يمكن انه في العمليات اذا لم يكن في المخازن اصناف، لذلك لابد في حالة باستخدام المحاسب الاول لابد بان نقوم بادخال الرصيد الافتتاحي للاصناف كي تتم عمليات البيع والشراء والتوريد. شكرا.